وتبين على أن هناك قضية مهمة جدا الإنسان لابد أن يلتفت، لابد أن يواظب لا يقع في هذه المهلكة، وهي اللقمة الحرام. لقمة الحرام والكسب الحرام، قد الإنسان على أي حال يستأنس ويتلذذ بالمال الذي يصل إليه عن طريق الحرام، يقضي بحاجته ويتلذذ معاشه وحياته، ولكن ليعرف أن هذه لقمة الحرام ستؤثر في ذريته وفي نسله. وللأسف الشديد الآن حياتنا صارت بشكل أنه اختلط الحلال بالحرام، واختلطت الشبهات بالأمور عليها حال الواضحة والمحللة. صارت القضايا المحرمة توجه بتوجيهات وتعنون بعناوين تحلل الإنسان اكتساب هذه الدراهم الحرام. مثلا مرة أنه نعم هذا مال مجهول المالك، وهذا لا يعني أنه حلال للإنسان أن يكسبه، حلال للإنسان أن يأكله. أو مرة تقول مثلا هذا المال على حال مال للعام للعموم أو مال للمسلمين، ما دام مال المسلمين فيجوز لنا. هذه في الواقع إخواني إحنا نعمل حسب تعبير نقوم بجريمتين. الجريمة الأولى أنه إحنا نفتي بغير علم، لما أقول هذا لا إشكال فيه، هذا حلال، يعني هاي فتوى، فنحن نقوم بجريمة الفتوى، نفتي من غير علم، وهو جرم وذنب عظيم، حيث قال النبي الأعظم من أفتى الناس بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. هاي جريمة. والجريمة الثانية أنا في الواقع آكل مال الغير وأستعمل مال الغير من دون وجه شرعي. شوف بعض الناس على حال باسم الإسلام، باسم التدين، باسم التقوى، باسم على حال الالتزام الديني، يستحوذ على الأموال العامة، يستحوذ على أموال الآخرين على أنه والله هذا جائز. من قال أنه جائز؟ هل مرجع الطائفة يقول بجواز ذلك؟ فشوفوا إخواني للأسف في هالزمن صار كل شيء يعنون بعنوان. مثلا الشطرنج مع أنه مشهور الفقهاء أنه هذه آلة قمارية، بس يجي واحد يعنون أنه نعم سيدنا هاي رياضة، صارت رياضة فكرية. زين رياضة فكرية وين وآلة قمارية وين؟ هذه تحتاج إلى فقهاء. الفقهاء هم الذين يعنونون هذه الأمور، هم الذين ينقحون هذه الموضوعات، وإحنا ما مو من شأننا أن نقول هذا صح هذا غلط أو هذا حلال أو هذا حرام. حتى في مسألة فهم الأحاديث الشريفة مو شغلي وشغلك أيها الأخ، هذا شغل الخبراء في علم الحديث، الخبراء في علم الدراية، الخبراء في علم الرواية. هؤلاء هم الذين يعرفون أن أي حديث صحيح وأي حديث غلط، أي حديث عام وأي حديث خاص. شوف الآن البعض على حال لم يؤت من العلم شيء، لم يفقه شيئا، يعطوه منشورات مطبوعات بمجموعة روايات، وهذه الروايات يفسروها بطريقة خاصة تصب في ماذا؟ تصب في مصالحهم. هذا كل التضليل وكل على أي حال تحريف. فلا بد الإنسان أن يتوجه ويلتفت. أنا أتكلم عن لقمة الحرام. لقمة الحرام أيها الأحبة هي المال الذي يكسبه الإنسان بغير وجه حق، بغير وجه حق. الشيء اللي أنت تأخذه بدون وجه حق وبدون وجه شرعي هذا يسموه مال حرام ولقمة حرام. أتريد تسميه هذه هدية، هذا أنت تسميه. يا سيدنا أنا أخذت هدية، هي ليست هدية، الهدية على حال إلها عنوانها. أما أنت موظف ما تمشي شغل الناس،
حتى ينطوك شيء، وإذا أعطوك شيء تقول والله هاي هدية، هذا خداع، يخدع الإنسان نفسه. هذا مال حرام، أنت أخذته على أساس تمشي شغله، وإذا ما تعطيك ما تمشي شغله، يعني أنت أجبرت أن يدفع لك، وهذه لقمة حرام. وأنا دائما أوصي اللي يجبرون الناس، اللي يجبرون أن يدفعوا شيء للموظفين، للأشخاص اللي يطلبون منهم أموال، إذا دفعت شيء لا تدفعه أنت راضي قلبا. نصيحتي لكم، لا تدفعوا شيء وقلبا أنتم راضين، ادفعوا وأنتم مرغمين، ادفعوا وقول الله لا يوفقكم في قلبه، قول الله لا يوفقك، الله لا يهنيك فيها، الله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى يعذبك فيها، حتى تبقى اللقمة الحرام ماذا؟ يأخذها وهي حرام، مو يأخذها وأنت راضي. هذه دائما، لأن إحنا مظلومين، والمظلوم لابد أن لا يرضى عن ظالمه، لا يرضى عن الظالم، الظالم لابد أن يحاسب، لابد أن يقف عند ماذا؟ عند الحدود. فلذلك إذا واحد يأخذ رشوة بعنوان هدية، واحد مثلا يأكل أموال الدولة يقول هذه والله مجهول مالك، واحد ما أدري يستولي على منطقة يقول والله هذه أنا أخذتها، مع أنه قد تكون فيها مصالح المؤمنين ومصالح المسلمين. الأخ يستولي على الإرث وما يعطي الخواته، هذا يعني كسب مال حرام، هذا أكل مال حرام. يقول والله إحنا طريقتنا ما نعطي أخواتنا، لأن أخواتنا متزوجات وأزواجهم غربة، إحنا ما نعطيهم. هذا ليس من شأنك، الإرث يصل إلى الورثة سواء كان أخوات أو أخوة، متزوجات أو غير متزوجات، متزوجات من العائلة، متزوجات من غير العائلة، هذا حكم الله، هذا حكم الله، هذه حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم المعتدون، فأولئك هم الكافرون. تعابير كثيرة في القرآن عن الذين يتعدون حدود الله. فلقمة الحرام يقول الإمام الصادق كسب الحرام يبين في الذرية، يبين في الذرية، يتبين بذريتك هذا الأمر. يعني أكو آثار للقبة الحرام. هسه واحد يقول سيدنا شنو ذنب ابني، شنو ذنب ابني وتأثر بي لقمة الحرام؟ ابنك ما إلى ذنب، بس أبوك إلى ذنب، أبوك اللي وكلك لقمة الحرام وتأثر بهذا الولد. مثل واحد يقول سيدنا أنا شنو، مثل هالشكل، أنا شنو ذنبي إذا أبوي بنى البيت بشكل غلط وطاح السقف علي؟ أنت مو مذنب، بس أبوك اللي بنى البيت غلط وطاح السقف عليك وتتأذيت. فلذلك إحنا نتحمل، كثير من الناس يتحملون جريرة الآخرين، يتحملون جريرة الآخرين. فإحنا في واقع الحال لابد أن نلتفت على أن اللقمة الحرام التي نأكلها لها آثار كبيرة جدا. أكو روايات إخواني، أنا ما عندي وقت أوسع الكلام أكثر، أكو روايات تتكلم على أن لقمة الحرام تقسي القلب، القلب يقسو ويصير قلب ظلماني ما بي نور. القلب لما ينشرح ويكون فيه نور ذاك يؤتى الحكمة ويؤتى الرحمة ويؤتى البركة. أما القلب المظلم الكدر القاسي، هذا القلب في الواقع أقسى من الحجر، أقسى من الصخر، كما يعبر القرآن الكريم أنه القاسي قلوبهم، وتكون القلوب أقسى من الصخر والحجر. ليش؟ لأن من الحجر يتفجر الماء، ولكن قاسي قلوبهم على حال لا ينبض منهم شيء ولا ينضب منهم شيء. فلذلك التفتوا أيها الأحبة، أنه بعض الأحيان إحنا نشوف، رجاءنها التفتوا إلى النقطة هذه، بعض الأحيان نشوف أكو أشخاص تتكلمون عليهم وتنتقدوهم وتبينون مثالبهم وتبينون سلبياتهم وينتشر عليهم فضائحهم، أصلاً ما يديرون بال، أصلاً يعني كأنما ما قلت عنه شيء أصلاً. هذا شنو السبب؟ السبب لأن قلبه صار قاسي، بعد ما يهمه موعظة، فضيحة، تشهير، ما أدري تسقيط، ما عنده لا حياء عنده، لا خجل عنده، لا دين عنده، لا كرامة عنده، لا ما يوجه عنده، كل شيء ما عنده. ليش؟
لأن لقمة الحرام تجعل القلب لا يقبل الموعظة، لا يقبل الإرشاد، لا يقبل التنبيه، ولا يتفاعل مع كل ذلك. وهذا عجيب، أن بعض الأحيان حتى أن هذا الإنسان القاسي قلبه يرتكب الجنايات، وتشوفون يوميا يقول لفلان فلان جاي يعرقل شغلنا، يلا دز له واحد خلي يطقه. يعني شنو يطقه؟ يعني قتله. شلون يقتله؟ فمن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. مو مهم، علي أنا وراي مصالح ومقاولات وقضايا لازم تمشي، واللي يوقف أمامي أقتله. فالقلوب تقسو حتى يقوم بجنايات عظيمة ولا يتورع أصلا، ولا يتورع أصلا. الإمام الحسين عنده حكاية حلوة. الإمام الحسين لما وقف أمام جيش ابن سعد، عمر بن سعد، قال لهم فقد ملئت، اسمعوا شباب، اسمعوا أيها الحسينيون، أيها الشعائريون، أيها المؤمنون، اسمعوا. الإمام الحسين قال لهم فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع الله على قلوبكم، ويلكم، ألا تنصفون؟ ألا تسمعون؟ شبيكم؟ مو أنا ابن رسول الله، ابن بنت رسول الله، سيد شباب أهل الجنة، جاء أقول لكم بابا ترى أنتوا اشتباه ما جايين، أنتوا في خطأ جايين، ما حد يدير بال. ليش ما يدير بال؟ مو هذا ابن بنت رسول الله جاي يتكلم، وتقاتلون سيد شباب أهل الجنة، بس ما يهمه. ليش؟ لأنه ملئت بطونهم من الحرام. هذه كلمة الإمام، فقد ملئت بطونكم من الحرام، وطبع على قلوبكم، ويلكم، ألا تنصفون؟ ما عندكم إنصاف؟ ألا تسمعون؟ شوفوا. فأقول أيها الأحبة أنه لابد للمؤمن أن يتجنب لقمة الشبهة، المال المشتبه، الرشوة، وغيرها من القضايا، حتى تستقيم حياتنا، حتى تستقيم حياتنا. للأسف ما أقدر أتكلم كل شيء وأنا في بث مباشر، وإلا في قلبي كلام كثير، أن بعض الأشخاص اللي هم يتسنمون مواقع، يتسنمون مسؤوليات، حتى على مستوى القضاء، حتى على مستوى القضاء، لما هذا القاضي يمد إيده أو القاضي توصل إلى بعض الأموال ويغير الأحكام ويبدل الأحكام ويفرج عن المجرم أو يفرج عن المقصر، هذا في الواقع انذار كبير لهالمجتمع هذا، وسقوط عظيم لهالمجتمع هذا، أنه المحسن والمسيء يصير واحد، يستوي المحسن والمسيء في المجتمع. بسبب شنو؟ الفساد، لقمة الحرام والإغراءات. أسألكم سؤال، هل فكرنا يوم من الأيام أن ليش، اسمعوا جيدا، لماذا نحن نرى بعض الناس محبوبيتهم في قلوب الآخرين أو في قلوب الناس كبيرة، وكلمتهم مسموعة، وهيبتهم على حال مستولية على نفوس الناس وقلوب الناس؟ كلمتهم إذا قال كلمة الكل يصنطون يسمعون. زينب الكبرى لما وقفت في الكوفة الناس ضوضاء، فأومأت بيدها أن اسكتوا فسكتوا وتكلمت. شنو هذا النفوذ، نفوذ الصوت، نفوذ الكلمة، نفوذ الهيمنة، شنو واقعا وين؟ تدرون وين؟ لأن القلب سليم، لأن المعدة سليمة، لأن الوجود وجود طاهر، ما ملوث بالحرام، ما ملوث بالشبهات، ما ملوث بالرشوات والأموال المحرمة. فشوف كلامه ينفذ في قلوب الناس، مؤثر في قلوب الناس. هذا مراجعنا، مو بس مراجعنا، واقعا بعض علمائنا في الحوزة العلمية انصافا اشوفهم مؤثرين، يتكلم كلمه الناس يسمعون. شوف، لا واحد يتكلم
ألف كلمة ولا واحد يسمع. ليش؟ لأنه إنسان هو ملئت بطونهم من الحرام والشبهات والإجرام والانحرافات، فحتى لو يتكلم ما يأثر. ولذلك نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى لما قال لآدم وحواء، إيش قال لهم؟ سامعين الآية من سورة البقرة، إيش قال لهم؟ قال لهم ولا تقربا هذه الشجرة. أكو شجرة، رب العالمين قال لهم، قال لآدم وحواء هاي إلكم المكان كله، أكلوا وشربوا، ولكن هاي الشجرة لا تقربوها، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هاي الشجرة لا تقربوها، لا تروحوا لها، كل شيء أكلوا هاي لا تأكلوها. فاللي يتقرب إلى هذه الشجرة في النهاية شنو؟ يظلم نفسه لو ما يظلم نفسه؟ نعم يظلم نفسه. واللي يتقرب إلى المال الحرام يظلم نفسه؟ نعم يظلم نفسه. يظلم نفسه، مو فقط يظلم نفسه، يظلم نفسه وعائلته وذريته. فالتوفيقات الإلهية، أنا هذا عقيدتي وأقولها بصراحة، توفيقات الإلهية في نيل بعض علمائنا وكبارنا ومراجعنا مراتب جيدة روحية معنوية مؤثرة، هذه كلها حسب تعبيرنا إلها أسباب وعلل، إلها أسباب وعلل. من أسبابها وعللها طهارة القلب والطهارة الباطن، طهارة المعدة، طهارة المأكل، طهارة اللقمة. فأيها الإخوة، أيها الأصدقاء، شاع الفساد وكثر الحرام، خصوصا الحرام الذي أصبح بمثابة أن الذي لا يأكل الحرام يلام، الذي لا يأكل الحرام يلام. أنت ما تعرف، أنت مو شاطر، أنت مو ذكي، وهذه جريمة أخرى، أن المحسن يعد مسيئا. الإنسان المحسن، الإنسان البعيد عن الغلط، يعتبره إنسان فاشل، وأن الظالم، الظالم يعد محسنا، كما قال أمير المؤمنين: إنكم في دهر عنود وفي زمن كنود، يعد فيه المحسن مسيئا ويزداد الظالم فيه عتوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يبعدنا عن الشبهات والأموال الحرام والكلام الحرام والمقام الحرام والمكان الحرام والفعل الحرام، لأنه مسقطة الإنسان، مسقطة الإنسان. تجاه تشوفون بالسوشيال ميديا بعض الأشخاص شلون سقطوا من أعين الناس، من قلوب الناس، لأنهم دخلوا في الحرام وارتكبوا الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة، نسأل الله سبحانه وتعالى السداد، السداد والتوفيق في القول والعمل والفكر إن شاء الله تعالى. نعم، عندي متصل، تفضلوا تفضلوا. نعم، السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. سيدنا، أسأل على الخمس. بل بالنسبة للسلفة البيتية، إذا أنا أسوي سلفة لمدة 10 أشهر وأسوي وراها سلفة لمدة 10 أشهر ثانية، على مود أشتري مثلا فشغلة ثقيلة مثلا سيارة، أو أشتري فشي محتاجته، ما يكفيني 10 أشهر واحدة، يعني أسوي 300 أستلم 3 ملايين خلال 10 أشهر، أضمها وأسوي 3 ملايين 10 أشهر الأخرى على مود أشتري سيارة. هل هاي 3 ملايين الأولى عليها خمس وأني بنية شراء سيارة؟ واضح إخواني، سمعت السؤال، أنه الأخت تقول أنا أعمل سلف ل10 أشهر، مثلا 500,000 بالشهر، فإحنا 10 نسوي سلفة 10 أشهر تصير 5 ملايين وننطيها، 5 ملايين ننطيها. تقول أنا سويت سلفة 10 أشهر، بعدين سويت سلفة 10 أشهر ثانية حتى أشتري سيارة، هل فيها خمس؟ هاي أموال السلفة فيها خمس؟ الجواب، اسمعوا الجواب، شوفوا أموال السلفة، يعني فلوس فلان فلوس فلان فلوس فلان فلوس فلان، دني جاي يمي، كل واحد مطي 500، كم 500؟ 9 500، صار جيت
صار 4.5، و500 مالتي صار 5 ملايين، مو تشيلوا لا، احنا 10. فالأربعة ونص مو مالاتي، بس الواحد ال500 مالتي. فإذا مرت، إذا مرت سنة الخمسية، سنة الخمسية برمضان مثلا، والسلفة مالتنا استمرت في أول رمضان، أنا مطية كم مرة مطية؟ مطية 500 ومطية 500 ومطية 500، كم 500 منطية؟ والله مطية 4 500، يعني 4 أشهر. وجدتي سنة الخمسية أول رمضان، فأنا كم يعني عندي إيش قد فلوس عندي في هاي السلفة؟ عندي 4 وجبات، 4 وجبات يعني 500 500 500 500، عندي مليونين، مليونين بالصندوق، يعني مليونين أنا مطيتهم. فإذا عندي مليونين من أموالي عند الناس، وهي عليها خمس، هاي عليها خمس. ليش؟ لأن مليونين من أموالي عند الناس، يعني صندوق السلفة. تقول أنا استلمت السلفة، أنا استلمتها، فهل عليها خمس؟ ليس فيها بجميعها خمس، يعني ليس كلها مستحق الخمس، وإنما مقدار اللي أموالك فيها، شقد منها أموالك؟ يقول سيدنا أنا السلفة اللي أخذتها 4 أشهر مالاتي، يعني 4 أشهر الخامسة إجتي إلي، فإذا أنت من هالخمس ملايين مليونين مالتش، فلازم تخمسين مليونين، مو الخمسة، المليونين فقط. ليش؟ لأن هي أموالك، أما الأموال الأخرى هي مال الغير. فالسلفة، يلا أختصر الجواب، السلفة تخمس بمقدار ما كان من أموال الإنسان، ما كان من أموال الإنسان تخمس السلفة بمقدار ذلك المال، لا كل السلفة. نعم تفضلوا. تفضل أخ سعد. تفضل. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام سيد. أنا ساكن حاليا بأطراف بغداد ناحية الوحدة. ساكن وين؟ بناحية الوحدة أطراف بغداد. بني. إيه اشتريت بيت بحيور. بني. بس أنا حاليا بعدني ساكن يعني بالبيت اللي بعته مأجره. بني. زين سيد أنا منروح ذاك البيت اللي بغداد بترميم. منروح أروح البيت أخطب صفة مثلا فترة الصلاة. صلاة قصر أو تمام. يعني من بيتك أنت الآن في أطراف بغداد إلى حيؤور كم كيلومتر؟ تقريبا 45 متر، 45 كيلو تقريبا، 45 كيلو. يعني بعدك ما منتقل إلى بيتك الجديد؟ لا لا بعدني بترميم جاي أشتغل بيه. جاي تروح إلى، فتسأل عن صلاتك هناك تمام لو قصر؟ أي سيد. واضح سؤالك حبيبي سعد، حياك الله. عباس تفضل حبيبي. عباس تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي. بروح عليك بس الموضوع وزارة الدفاع. صوتك مو واضح عباس، صوتك مو واضح ابني. وزارة الدفاع يعني العسكري ما يطلع حقا. وزارة الدفاع شنو يعني ما يطلع حقا من السنة الترقية. أخي علي إذا وزارة الدفاع لا تعطي حقه يعني ما يطلع الجنود حقهم إلا 6 سنين 7 سنين 8 سنين يلا يرقوا يطلع خير. جاي أكو خير من شنو يشتكي يعني ترقية يبيعوا بسر يشي الطراق. لم يرقوه، لم يرقوه. زين واضح عباس، يعني صوتك كلش يعني غير واضح، ولكن جناب الأخ علي وضح لي. شكرا أخ عباس. الأخ سعد يقول أنا ساكن في منطقة في أطراف بغداد، والآن الله وفقه اشترى بيت في حيؤور في بغداد، وبين بيته وهذه المنطقة يعني بيته اللي ساكن فيه الآن في أطراف بغداد وبين بيت الجديد 45 كيلو. يقول أنا أروح إلى بيت الجديد اللي جاء أرممه حتى أرتبه، بس أروح هناك يوم أو أقل ساعات، هناك أصلي قصر لو تمام؟ الجواب صلي قصر. ليش؟ يعني أولا هذا بيت أنت مشتريه بس ما ساكن فيه بعدك،
ما صاير وطنك يعني. لما تروح تقعد به ثلاثة أشهر مستمر وتسكن سكن الناس يعرفوك أنك أنت مسكون ساكن هنا ولمدة ثلاثة أشهر مستمر ذاك الوقت يعتبر وطنك الجديد. أما فقط تروح الشكل وتجي فأنت تصلي قصور. واضح أخي سعد؟ جيد. أبو مصطفى تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أحوالك؟ تفضل. حياك الله حبيبي، صوتك شوية وضحها أكثر. سيدنا عفوا عندي سؤال، صوت جواتي مريض. عجيبة، الصوت غير واضح يعني، فقط صوت سعد كان واضح، صوت الأخ مو واضح. سيدنا هل تسمعني واضح؟ لا والله ما أسمعك يعني، ما أدري ليش. أول الصوت جاي يرتد علي. إيه خلي على الأربيس، خلي أسمع عادل. إيه تفضل. حبيبي سيدنا. إيه. والد عندي. والد شنو؟ مريض. والدي مريض. والدي مريض. إيه جيد. إيه. إيه. ماضي عن البعض الخلايا الدماغية. إيه بالصلاة مالته ينسى قام الصلاة مالته ينسى أمها لما نقعد بصفه شلون نلزمه يتعلم على الصلاة. بس بهاي الحالة هو من جلوسي يصلي يقول يعني صلاتي ما أقدر لها يعني التمام ما أقدر أقول التمام يعني إلا قصر فيه. والآن هو يقعد يصلي هو من جلوس وحتى ينسى سيد ينسى بالصلاة يعني ينساها. هو شنو عنده زهايمر عنده؟ لا سيد بارسنسون يسمونه ضعف بالخلايا الدماغية هو ما يأثر عليه. واضح. شكرا يا أخ أبو مصطفى وأنا إن شاء الله أجاوب على سؤالك. يعطيه العافية لوالدك إن شاء الله. رحم الله. أم مدريد السلام عليكم. تفضلي أم مدريد. خلوه على السماعة لأن مو واضح عندي. السلام عليكم. عليكم السلام حجية، تفضلي. ماما أنا عندي شنتي فرعتنا ذهبها قبل 13 سنة. شنتي؟ 13 سنة كان الذهب مالتها صار المبلغ 1,300,000. فإحنا لحينا عليها إنه ما تقينا يا لأن إحنا صح كنا محتاجين، فإحنا قلنا بيد هواية ماكو داعي. قلبتنا يا قاس من يصير عندكم وطوني. راحت سنين وجت سنين. فقصة صارتها أنا بيت الأبني مو مشكلة بيت أحتاج وقصة قلت ما أصل ذهب بس مشيتها بس فتحت خلافي يا أبني دا تقول لي أنقي دا تقول لي تقول أريد فلوس الذهب من بيتكم يا قبل 13 سنة بهالحالة أنا هذا المبلغ إيش تقول أريد بفلوس الذهب هسه مال هسه شلون أتصرف وشلون أطيه يا بأي مبلغ هو 1,300,000 قبل 13 أم مدريد؟ يعني اللي افتهمت سؤالك أن كنتج قبل 13 سنة أنطتكم ذهبها بمليون وثلاثمية مليون وثلاثمية والآن الطالب ذهبها فالطالب بشنو؟ الطالب بقيمة صار خلاف يا أبني عندها شنو؟ صار خلاف قيمة زوجها اللي هو أبني. مو مشكلة خلاف وكذا هذا بحث آخر، أما حقها تريد حقها يعني تريد ذهبها تريد ذهبها يعني واضح. فهي أعطتكم ذهب ما أعطتكم 1,300,000 أعطتكم ذهب. لا ماما بس مو بعناصر 1,300,000 أعرف. وقال إيش قالت لكم؟ قالت ترجعوا لي ذهب مو ترجعوا لي فلوس. لا 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 ما قالت أصلاً ليه كنا محتاجين للبيت فهي هو يعني دفعات إحنا ما لدنا فقالت لما مش شافتنا لحينا قلت من السرعة قلت بطنية. واضح أم مدريد حياك الله. أنا راح حياك الله حياك الله. أبو محمد تفضل. أبو محمد تفضل يا أخي. أنا حج محمد. حج محمد تفضل. إيه. تفضل أخي. إيه. هذا يسمع التلفزيون حبيبي. أولاد. اسمعني إذا تسمع أولاد. إذا تسمع التلفزيون أنا أولاد. ما مستعد أكمل لا ما أقدر أكمل ما أقدر أكمل يا علي هذا أعصابي يؤذيها يقطع أحسن هذا يسمع التليفون. والتليفون بينه وبين التلفزيون تقريبا 9 ثواني ويشوش علي ما أقدر أنا أسمعه ولا يسمعني بشرط أن يبتعد عن التلفزيون ويتكلم معي بالتليفون أنا أسمع إن شاء الله تعالى. عالية تفضل يا عالية. بابا انقطع اتصال عالية. نعم
خلي أجاوب الأخ أبو مصطفى، عفوا عباس، يقول أنا أشتغل بالدفاع، وزارة الدفاع على حال يظلمونا وما يرقونا، وإحنا عندنا يعني حسب القوانين لازم نترقى كل 5 سنوات للسنوات لازم نترقى، ما يعطونا ترقية. أنا خل أتكلم في كلمة قد يعني الضرني، يعني قد البعض يتأذون من وراه. وزارة الدفاع فيها مشاكل عويصة جدا جدا جدا، أقولها بصراحة. وزارة الدفاع فيها مظالم ومفاسد عظيمة. وإذا أقول لكم بين فترة وأخرى ألوية كبار وجنرالات كبار يجوني ويقولوا سيدنا إحنا نبتز لو تعطينا هالقد نبقيك في المكان لو كذا، أقول بصراحة. وما أدري إلى متى شبابنا في وزارة الدفاع يظلمون بهذا الشكل. مرة قضية البديل، مرة قضية أخذ الفلوس حتى يعطوا إجازة، مرة يبتزوا بالراتب مالته يأخذ جزء من الراتب الضابط والآمر، مرة يأخرون ترقيتهم. هذا ظلم أيها الأحبة. من المسؤول؟ أين الرئيس؟ أين القائد القوات المسلحة؟ أين أنتم الشباب الذين يظلمون؟ أليست الظلامة ظلم ويوم القيامة ظلام وأنتم ستحاسبون عليه؟ فكروا في هذا الأمر أخواني. ظلم الآخرين على حال يسلب توفيق الإنسان. غير هذا ما عندي، ولكن أقول هناك مشاكل عويصة في هكذا مؤسسات للأسف. نعم عزيز تفضل. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سيد، الله يخليك. تفضل أخي. والله سيد أنا هذيك المرة بشارع ولقيت لي طايحات 55,000 تقريبا، وبلغت به يعني وشاركت على الجروب عندنا بالمنطقة بالقضاء، وما حصل علي لحد الآن. قلت شلون يعني يعطيهم فقير شلون؟ أي والله نفرح مع الوالد سيدنا. واضح، حياك الله عزيز، بارك الله فيك. الله يحفظك مولاي العزيز، حياك الله. مشكور. أبو مصطفى يقول والدي مريض وفي الصلاة ينسى بعض الأمور، ونذكره يقول أنا ما أعرفها وكذا، وقد يتأذى لما نذكره، وعنده مشاكل في الصلاة، شنو اللي نسوي وهو ما جاي يقدر يعني؟ شوف أخي أبو مصطفى، الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إيش قد يقدر وإيش قد يستطيع أن يؤدي العمل خليه يؤدي. إذا واقعا ما جاي يعني ما جاي يركز، إذا ما جاي يستحضر، فخلوه على وضعه، خلي يصلي صلاته اللي هو في الواقع يقدر عليها. يقول سيدنا في أخطاء، وش يسوي هو ما جاي يعني ما جاي يستوعب، عنده مشكلة في ذاكرته، عنده مشكلة في استيعابه، عنده مشكلة في استحضاره للعمل، استحضاره للحكم الشرعي، استحضاره للتكليف، وهذا ما مكلف. تقول لازم نعلمه، علمه جيد، بس إذا يتأذى أو إذا ما يستوعب خلاص لا تأذوا نفسكم ولا تأذوا، لا تؤذوا أنفسكم ولا تؤذوا. واضح أخي؟ جيد. أم مدريد تقول أنا كنتي قبل 13 سنة صار عندنا حاجة فلوس، فهي عرضت ذهبها، قالت عمي هاي ذهبي استعملوه أو أخذوه. تقول إحنا أخذنا ذهب جنتنا وبعناه 1,300,000 في ذاك الوقت. الآن صار خلافات بينها وبين زوجها وكذا، الفتاة الآن يعني تشنة الطالب بذهبها بسعر اليوم. تقول أنا أعطيتكم 10 مثاقيل مثلا، سعرها الآن 20,000,000 مثلا، وطوني ذهبي أنا، مو تطوني فلوس ذهبي اللي في الواقع شنو ترقى الذهب. الجواب إذا كانت الجنة قالت يا أبا هذا ذهبي على أن ترجعوا لي إياه، إذا قالت ترجعوا لي إياه يعني الذهب ترجعوه، مقدار الذهب، هي ما أعطتكم فلوس، أعطتكم ذهب، قالت عمه هذا ذهب، إيش وقت ما صار عندكم رجعوا لي إياه، يعني رجعوا لي الذهب مو فلوس الذهب.
وطبيعي الذهب قبل 20 سنة، قبل 15 سنة غير الذهب الآن، فيحق لها أن تطالب بذلك. أما أي أما شوي انتبهوا، أما إذا قالت عمة هذا ذهبي راح أبيعه وأشوف إيش قيل وأنطيكم، وإذا صار رجعوا لي، يعني ترجعي لهم فلوس الذهب، بس هي ما قالت هالشكل، أعطتكم ذهب قالت رجعوا لي، فلا بد أن ترجعوا الذهب أو قيمته اليوم، أو قيمته اليوم، لأن الدين كان شنو؟ الذهب وليس قيمة الذهب، لأن القيمة متغيرة. عزيز يقول أنا أمشي. نعم حاج محمد تفضل. ألو تفضل حياك الله. عد نزل أي عد نزل العالم نابي طالب بني. ألو شوف جاء تسمع عد نزل العالم نابي طالب جاء تسمع التلفزيون وتقول لي ألو ألو، لما أقول لك ابتعد عن التلفزيون ابتعد. عد نزل أي واضح حياك الله عيني خليك حياك الله. أي واحد يتكلم معاي والتلفزيون أمامه ما راح أقدر أستجيب وياه. زين عزيز يقول أنا في الشارع أمشي في الشارع وشفت 55,000 دينار بالشارع طايحة، سألت يا جماعة هاي إلمن ماكو أحد، فشنو اللي أسوي؟ شوف عزيز عندي كلمتين إلك، كلمة الأولى مو إلك طبعا لكل المؤمنين، كلمة الأولى لن نحاول نشيل شيء بالشارع، إذا لقينا شيء بالشارع نشيله. تتورطون. أذكر الورطة مالتها، خل أبين الورطة. أنت شفت ذهب أو شفت فلوس وشلتها ورحت كتبت إعلانات ونشدت الناس وبينت وأعلنت كذا لمدة سنة وما حد إجا، وبعدين الفقيه قال روح اتبرع بيها، روح اتصدق بيها، وانت تصدقت بيها. تسمعوني؟ بعد سنة من التعريف والإعلانات وتعبان وحافظ المال وكذا، وبعد سنة وما اجى أحد والفقيه يقول يا بروح اتصدق بيه، وانت رحت اتصدقت بيه. زين؟ بعد السنة وبعد أن اتصدقت بيها اجى صاحبها قال والله أنا فلان شي ضيعته وسمعت أنت حصلها أو أنت الإعلان الآن شفته أنا مثلاً، فلازم تنطي من جيبك. ليش أنطي من جيبي؟ لأنه فلوسه يمك، وسيدة مو أنا صدقت بيها، حتى لو صدقت فأنت تضمن فلوسه إذا رجع صاحبها. فورطة يا إخوان، ورطة الإنسان من يشيل شيء بالشارع ورطة. وعندي قصص في هذا المجال واقعا مصيبة بعض الأحيان. إحدى الأخوات تقول أيام الانتفاضة تقول عائلة كانت تشرد، تدرون الانتفاضة بعد دمروا الكربلة والنجف، صواريخ أرض ذو البعثيين لا تسمعون من عنهم أنه الناس خوش أوادم، ضربوا النجف وكربلاء والمدن، حتى الناصرية هاي الكبايش وحتى آل جويبر ضربوهم حرقوهم إلى آخرهم، ضربوا بالصواريخ الناس شردت أيام انتفاضة، الناس شردت، فعائلة من العوائل شردت، مساكين طاح كيس من عندهم، كيس طاح من عندهم بس هم جاي يشردون الكيس طاح، واحدة امرأة شافت الكيس شالته شافت كله ذهب مع العائلة مسكينة جاي تشرد، تقول أنا هذا الذهب ضميته عندي اخفيته عندي لمدة 7 سنوات. تسمعون لو لا؟ 7 سنوات أنا هذا الذهب أخفيته، ورحت سألت أنه السيد الخوئي، سألت المرجعية في ذاك الوقت أنه شو سوي، قالوا علي حال إذا ما إجا أحد وعرفتي عليها وطيت إعلانات وعلنتي وما حد إجا فاتصدقي بيها. يقول أنا مصدقت، أنطيت لفلان فقير فلان فقير فلان فقير صدقت بيها، من صدقت بيها وخلص راح بعد 10 سنوات، اسمعوا يعني 7 سنوات وبعدها 10 سنوات، يعني 17 سنة بعد، تقول يوم من الأيام أنا قاعدة بمجلس قاعدة بقراية، تقول امرأة قالت إيه وقت الانتفاضة احنا شردنا وبعدين طاح من عندي الذهب، مرأة هيك جاءت تتكلم وطاح من عندنا الذهب وكذا ومدري إيش،
فبفلان شي وفلان شي وفلان شي. تقول أنا هي هاي الأخت تقول من يمي فهمت أنه سرق الذهب اللي طاح من عد اللي لقيته مال هاي المرأة مالتها بعد 17 سنة تبين هاي صاحبتها. جاتي تسأل شو سوي، جاتي تسأل سيدنا شو سوي. سمحت السيد قال لابد أن ترجعي لها الذهب. قالت مو أنا وزعته. قال على الحال صاحبتها تبينت، صاحبتها تبينت مصيبة، لازم الآن تقول أنا صدقت بي. ما يخاف صدقتي، بس لما تصدقين أنت ضامنة إذا رجعت صاحبتها وإذا تبين صاحبها. فلذلك أن تأخذون فلوس من الأرض وتأخذوه على أساس والله مكيفين ترى بورطة. فجناب الأخ يقول 55,000 دينار أنا شفتها، شو أسوي؟ تقدر أنت تصدق بها، تصدق بها على الفقراء لا إشكال فيه، ولكن إذا يوم من الأيام إجا صاحبها لازم تنطيه. محمد تفضل يا محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل محمد. انقطع. زيد تفضل يا زيد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام، هذا اتصال واضح ولطيف. نعم تفضل. الله يحفظكم سيدنا. أكو كلمة يعني حديث عن الرسول أو عن الإمام علي يقول عن لا أحب أعجميا أو عربيا قط. بعض الناس تحكي هذا الكلام يعني عن أخوتنا بالجمهورية الإسلامية ما يحبون العراقيين، هل صحيح هذا الكلام أم خطأ؟ لا فضل لأعجمين على عربين إلا بالتقوى، مو تشيلوا لا؟ لا هم شي يقولون؟ يقولون لا أحب أعجميا عربيا قط. لا أحب؟ لا أحب؟ إيه قلنا لهم عمي ماكو هذا الكلام. يقولون عن الإمام علي يقول لا أحب أعجميا عربيا قط. قلنا لهم عمي شئتون الدليل. هاي الرواية من وين؟ هاي الرواية من وين يعني؟ قلنا لهم هذا الرواية أعطونا دليل بأن أكو هاي الرواية. يقولون ما يعني ما عرفوا بعد يجاوبونا. هذا الكلام، هذا الكلام على أي حال يحتاج إلى، يحتاج إلى إثبات وأن هكذا رواية واقعا أكو شكل الرواية. ويكذبونا يعني أيضا. واضح. حياك الله حبيب، حياك الله. حج محمد تفضل. عندي نذر. إيه هذا افتهمته، عندك نذر لأمير المؤمنين. فسؤالك شنو؟ أي. إيه سؤالك نعم. شنو؟ وعندي 100 جاموسة. عندي 100 جاموسة. عندي 100 جاموسة. ها؟ أي. عندي 100 جاموسة. 100 جاموسة مية؟ عندي 100 جاموسة وبيهن نذر. أي. والجاموسات ما يشبعان. جاموسات شنو؟ الجاموسات، الجاموسات ما يشبع، ما يشبعان. وأنا عندي مرض، عندي مرض الدم. ما يشبعان. والقوطية أخذها بواحد ونص. أي. عندي قوطية مال مرض الدم. واضح. إيه فشنو سؤالك شنو؟ عندك نذر وعندك 100 جاموسة وعندك مشكلة بالدم وعندك قوطية 2500، شنو الآن؟ هذا يصير ذبحة، مو على فقراء، هذا يصير ذبحة، هذا يصير 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 أعطي أمهاته أبيع وأحط عليه. أنت شلون نذرت أنت؟ طريقة نذرك شلونها يا محمد؟ شلون نذرت؟ والله أنا ما ناظر، الولد ناظرينه. شلون؟ الولد ناظرينه. ها ولدك ناظرين. أشكرك يا محمد، راح أبين المسألة وأنت التفت إلها. طبعا الأخوان اللي سمعوا كلامه غير منتظم، يعني كلمات هالشكل، بس فهمت شو اللي يقول. يقول أنا عندي نذر وعندي 100 جاموسة والجواميس مو شبعانة وما عندها كذا، وأنا عندي مشكلة في الدم وما أدري إيش، أقدر أنا بدل ما أذبح الذبيحة وأذبح النذر أتصدق أو أشتري علف للحيوانات أوكلهن لولا؟ هذا سؤاله. مشكور. أبو حيدر تفضل. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك سيدي. حياك الله. سيدي أو مو واضح صوتك. أبو حيدر مو واضح صوتك، خليه على الأربيس خلاص. اسمع عيد السؤال أخي.
يجوز واحد يداين سلفة أو يقرر من الناس، هل يجوز يروح للحج؟ هل يجوز لأخذ السلفة للذهاب إلى الحج؟ سلفة سلفة يأخذ ويروح للحج. شكرا يا أبو حيدر، واضح سؤالك، حياك الله. زين، حج محمد اللي الله يحفظه يظهر الأخ عنده جواميس 100 جاموسة، نادر لأمير المؤمنين يقول بس إحنا الجواميس جواعة ما عدها علف، والقوطية اشتريها مدري كذا وعدنا مشكلة بالدم، المهم عدنا مشكلة. يقول أقدر أنا ما أذبح هاي الجاموسة وبفلوسها أشتري علف أوكل الجواميس الأخرى؟ الجواب نعم، يجوز لك، يجوز، ما في إشكال. واحد يسألني شلون سيدنا مو ناذر؟ نذره ليس بشيء، نذره ليس بشيء، نذره مو شرعي. فلذلك نقول له أنت بيع الجاموسة واشتري علف وانطي جواميسك خلي يشبعون، والأمير المؤمنين إن شاء الله تعالى يوفقك ويعطيك رزق أكثر مما أنت فيه. زيد يقول حديث أنه ما أحب عجمي عربيا أو عربي عجمي، هذا كلام ليس كلاما صحيحا، ما أكو هالشكل حديث، وهذا حديث من المجعولات من المزورات في تراث أهل البيت.